من حيث النظرة الاقتصادية ترتبط أسعار الذهب بسعري النفط والدولار وربما لظروف أخرى، أما في الجانب الاجتماعي فإن علاقته بالنساء قصة مختلفة وفصول متعددة. مريت سوق الذهب قصد اشتري دبلة هدية للحبيب. تقبل النساء التغني بهن والذهب على حد سواء، قل سعره أو على، فالعلاقة أزلية وليست مرحلية. معدن الذهب النفيس اختطف محبيه الذين تحرقوا شوقا لشرائه بعد أن أحجموا وعانوا لسنوات من ارتفاع أسعاره، لتنتعش مبيعات الذهب في المنطقة العربية بفضل الهبوط الحاد الذي مني به مؤخرا. الفترة الأخيرة بحكم طبعا نزول الذهب، وفي نفس الوقت وقت الوقت الحالي وقت زواجات، ولكن السنة الأخيرة أساسا الذهب نزل تقريبا أقل سعر من حدود 12 سنة. أكيد السنة هذه الشغل غير طبيعي في الذهب. الذهب وحاله في الانخفاض تكرر قبل 16 عاما، ورغم ارتفاعه المؤقت بين حين وآخر إلا أنه هبط إلى ذات المستوى، والقوة الشرائية مختلفة باختلاف الرؤية والحاجة. هي فرصة صراحة ما تتعوض، على أساس يعني إذا أنت عندك مبلغ مثلا مالي وخايف أنه ينصرف أو حاجة زي كذا، فتحافظين عليه عشان تحافظي على المبلغ هذا. تعددت أسباب الشراء، بين من وجدها فرصة لخزن المصوغات واستثمارها لحين ارتفاع الأسعار مرة أخرى، بالإضافة إلى من جاءوا هنا بحثا عن الهدايا للعروس أو المواليد. كنزول الذهب أكثر شيء إقبال على الأجانب، الذهب الصافي السبايك والواحد والعشرين زي الطقوم السادة زي كذا الغوايش، هذا أكثر شيء صار عليه إقبال من الأجانب. السعوديين يعني إقبالهم أكثر شيء على 18، فيما زال يعني يأخذون على 21. شغف الناس بالذهب أصل مقولة زينة وخزينة، لا سيما وأن التقارير المتخصصة تؤكد أن المملكة تتربع على عرش مبيعات الذهب والاحتياطي الموجود في العالم العربي الذي يصل إلى 323 طنا بخمسة مناجم و350 مصنعا و120 ورشة وأكثر من 6000 محل تجاري. خطانا شيل القذله والشرب عينه يدور زود غربه.